هات الفلوس يا بيه، ليه عايزين نعاود على الحبس تاني؟ يا لطفي احنا مش بنك ولا خزينه، وبعدين الراجل صاحب الشيكات ما جاش عشان ياخد الفلوس ويتنزل لك عن المحضر. وانا ذنبي ايه يا بيه؟ ده انا اخويا غلب لما جمع الفلوس عشان ما باتش في الحبس اكتر من كده. حاضر يا لطفي. عسكري تروح معاه يسيب الفلوس امانه في خزينه النيابه وتجيب وصل عشان بناء عليه هفرج عنك للصبح. ربنا يستر وصلك يا بيه. وحاول بقى تخلص مشاكلك الماديه، انت عارف الشيكات مفيش فيها هزار. بس انا اطلع من هنا ربنا يحلها باذن الله. انا عارف مين هو اللي لازم اراضيه. يا ريت تراضيه لطفي. مصلحتك معايا عسكري. شريط المواعظ اللي كنت بتشغلوني. بلاش تزرع حشيش يا امام، بطل الزرع الشيطان دي. انت دلوقتي اللي جاي تقول لي نزرع حشيش؟ مش بخاطري يا امام، مش بخاطري. وين غصبك يا صاحبي؟ ايه اللي جبرك على كده؟ ما قدرتش اقول لا، لو كنت قلتها كان سلم الاوراق اللي واخدها علي الحكومه وطفش هو على بلده، وقتها الخراب كان هيعم علينا كلنا. يحط عليك انت، لكن يحط علينا ليه؟ انا ما عنديش حاجه نخاف عليها بسواد. خلاص قول لهم يعملون الحالي والبركه فيك انت. هم جايبينك هنا علشان يهددوك براحتهم، لكن انا محدش يقدر يهددني. قصر الكلام ونقطع فرطه. هتحط يدك في يدي عشان ما يغلبوناش ولا تتصرف على هواك. شوف اكبر ناسك، أنا لو حطيت يدي في يدك الكلمة هتبقى كلمتك والشورة هتبقى شورتك، وأنا عيب أكون كبير عيلتي وأمشي على هواك ولا إيه؟ خلاص أنت حر، بس إياك تطلب مني أي مساعدة، وخلي الخواجات بتوعك ينفعوك. هينفعوني يا مناع، هينفعوني، ولو ما نفعنيش أبقى أزعطهم برا الناجح. اتفقنا، بس في حاجة تانية. قول. هي الشنطة بتاعتك وصلتك ولا فيها حاجة ناقصة؟ شنطة؟ مفيش حاجة تخاف عليها. كيف؟ دي فيها برشام من نوع جديد. ايه؟ ما استحملتوش؟ ما انا عرفت ان حديثك كان صح، ان انا كنت واهم نفسي بالكذب وعلاجي اللي معاه قلبي. بالاذن صاحبك. على فكرة حضرتك جالي اختار من البنك بإضافة 200,000 جنيه على حساب المزرعة. كان المفروض يتحطوا في حساب مناع بيه. عموما مفيش مشكلة، أنا هحاول. ويا ترى دول من حساب مين؟ لطفة بالقمصان؟ أكيد مش صدقة، ده اتفاق بين مناع بيه والخواجات. إحنا مالناش دعوة. ما ينفعش تدخلوا. أوعى كده، بص على حضرتك. إيه ده؟ تاني يا أبو القمصان؟ مؤاخذة استهانة، إحنا عايزين مناع جوزك عشان نصفي حسابنا معاه ونرجع له كل فلوسه. وناخد منه الشيكات اللي على لطفي. ويا دار ما دخلك شر، وكفايه بهدله لحد كده، لان البهدله دي انا مرضاش بيها، ده غير ان هي عيبه كبيره جوه في حق عيلتنا. صدقني مناع بيه مش في سوهاج خالص، والاهم ان مناع بيه ملوش اي علاقه بالشيكات هنا ولا له دخل بالشيكات بتاعتك. وانا الكلام ده ما يخلش علي، لاني راصد الفلوس من ساعه ما خدهم حمدان واداهم للخواجه، ورحت وراه على البنك لحد ما حطهم في البنك باسم مناع بيه جوزك. كذاب وعيب، عيب معلم كبير يكذب. لو عايز تعرف الحقيقه اسال الخواجه. خواجه ما خواجاش، المهم في الاخر الفلوس راحت لجوزك، وهو اللي يقدر يوقف البهدله دي. وان كان غرضه يعذبني عشان طولت لساني عليك، فانا بقول لك يا ست اني محجوب لك قدام كبير عيلتنا. قول لجوزك الفلوس عندي عشان نخلص بالمعروف، ويمين بالله لو راح قدم الشيكات للنيابه تاني ما هيحصل طيب، وانا لما اقول كلمه ما برجعش فيها تاني. سامعاني؟ السلام عليكم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الاساس وقريب نصب الخرسانه. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز اختي. ولا تعب ولا حاجه. نسمه كانت قالت لي على حاجه. قالت لي ان يكون عندكم بيت من بابه
ويبقى كانه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع، اجال له لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني ابلغ المهندس المجاول؟ اكرم الله. ما اقول لك ايه يا عمر، هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعهدوا وسددوا الاقساط بداله. اقول لك ايه، فلوسك كنت حر فيها، كفايه ابو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم املاكه كلها. وانا قلت كده برضك، وكفايه لحد كده، ومفيش داعي اساعدك تقتله، خصوصا ان ما عنديش باينه انه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابه لقى باينه وسابه، لكن انا عندي البينه، هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتله وسط ناسه وما قدرتش وضربوني، وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متأكد، لان جيت لك المستشفى في الاخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما اسألك. تقصد انك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك، وعارف ان في طار ما بينك وبين لطفي ابو القمصان، لان لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. امال خوف ايه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي ابو القمصان لانه كان في حاجه بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفايه خوض في سيره الاموات. اقعد، انا عرفت كل حاجه يا عمر، وعرفت من اهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفي ابو القمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيقها وتستغل شكواها القديمه ضده عشان تبعد الخيانه عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله ابو القمصان لوكيل النيابه، لان هي دي الحقيقه يا عمر. انا متاكد ان انت اللي قتلتها ورجعت شغلك في البلد التانية واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمه عنك والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر، قول، انا معاك مش ضدك. انت مكان يا مناع، لو دي كانت مرتك مش كنت هتولع فيها بنار؟ كان لازم اقتلها واخلص من عارها، كان لازم اقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش، وضقتش اعيش معاها في بلد واحدة. انا مش نيابة ولا حكومة عشان احاسبك على قتلك لمرتك القديمة، لكني بصفتي اخو مرتك الجديده من حق احميها. كلام ايه ده يا مناع؟ انا مش قتال قتلة، انا قتلت عشان عرضي وشرفي. يا اخي اولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك انك تطلقها، ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط. قصدك اصبر انا عليها مش هي اللي تصبر علي؟ اقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمه وبجزر وقطب هجحش. أنا عارف إنها اللي ممكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش وأنت فاهم. فاهم إيه؟ هي قالت لك إيه؟ أنا طبيعي وزين و... معلش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمع هتطلقها، طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده هيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعاً ما هينفعش تعيش وسطينا. حصلت لحد كده؟ تديت عمري كله للأرض دي، بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها تاخده، ولو عايزنا ننزلك معاه شغل في سوهاج ما عنديش مانع.
شقتي القديمه حاسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، انا هقوم اغير خلقاتي عشان نروح للمأذون. ما ينفعش اقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده، يا هان الكرامتي. اسمع، انا هعمل عمليه استكشاف للارض. بلاش دلوقك يا حضره الضابط، احسن الاهالي يحسوا بحاجه ويعرفوا انك مش المحاسب بتاعني. اياك اسمعك تقول لي حضره الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. انا اسمي الاستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا استاذ نبيل، حاضر. لازم اشوفهم بيزرعوا ايه في الارض دي وادرس طبيعه المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمى علي مين الطلاق؟ انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد القساية. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد يا عمر. في حاجة تانية يا مولانا؟ وأنتوا بعد أسبوعين خذوا القساية. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. فلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني. ده شيك بالفلوس دي باسم مناع. ليه كده يا عمر؟ كان حصلت لي ده كله. أهلي في خطر في سوهاج، لازم أعيش وسطيهم. نسمة ملهاش مكان وسط الخطر. طيب إيه قولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع لها. مبنلهاش رجوع يا عم ناجي، مبنلهاش رجوع. خد يا عمر ده شيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. بس انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي. انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. انا اديت عم ناجي شيك بقيت حساب المباني. اه من حق. عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى يا عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر تفكر في الوظيفه اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناع، لسه ما فكرتش انا هعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه، تقبل الوظيفه وتقعد في شقتي القديمه لحد ما تراجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟ انا هرد عليك بحاجه واحده. عجز جالي بعد ما قتلتها، مش قبل ما قتلها، لاني كرهت صنف الحريم. اذنك يا مناع بيه. لاول مره تخميناتك تطلع في شنك يا احمد باشا. أنا مش عارف أنت حاطط مناع ده في دماغك ليه. واضح أنه راجل طيب جدا ومش لاقي ضده أي شبهة. لا يا ست اطمني، أنا بخير. ما أقولك أنا بعت لك الشيكات في جواب مع المهندس عمر. يلا خلينا نخلص من موضوع لطب القمصان ده. لا ما هو عمر خلاص ما بقاش زوجتي، يعني حصلش نصيب واتطلقوا. الحمد لله انهم طلعوا من بعض بالمعروف. ماشي سلام. كان لازم تقول لمرتك على كل حاجه كده يا مناع. كان لازم اقول لها عشان ما تتعاملش معاها على اني جوزك.
يلا يا ولد اعمل لك همة. عايزين نلحق المقاول ورجالته ونشوفهم عملوا ايه في الارض. كنت شايل عني هم تقيل يا عمر. خسارة. يا ريت ما كان يتجوزها وفضل على حاله. ما تبطل ابوك عليا. كان يكون السبب في اللي حصل. لا يا بنتي. انت ما عليكيش اي لوم. ربنا قادر يعدل حظك العفش ده. ربنا كريم. يا اهلا وسهلا. احنا جينا حسب الميعاد. شنطة الفلوس في يد دهي. ايوه تفضلوا انا مستنياكم. اهلا وسهلا. ايه ده يا ست هانة؟ كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجة خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب. دول قرايب. احنا عارفين مقامك يا ست هانة. وعارفين اصلك وفصلك. وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر. احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع بيه. معايا امان هلال. هي فين الامان؟ سلمها لها الدم بيد. لحظة. ايوه هانم الباشمهندس عمر وصل. ما اعرفش فيه ايه. طب انا عندي ناس بس قاعده معاهم جوا. هخلص منهم واقعد معاك على طول. عن اذنك. اتفضلي. هي دي شيكات لطفه بالقمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر. القدر هو اللي ساكني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ اشتري سجاير من تحت وجاي. وشنطتك؟ الدار امان. براجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها. سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. موضوع متهيألي كده خلص. مالكمش حاجة عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهلوا المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بيننا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها. مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس انا ماليش كلام معاكي. انا حسابي مع جوزك مناع بيه. لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس. لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه. عمر مهران لسه عايش. لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي. لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها. لكن مش بالعدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ ايه المحسن ده؟ حسابي مع اللي غوا مرتي. لو حد قرب مني هقطع رقبته. سيبه يا عمر ارجوك. ما توديش نفسك في داهيه. انت لسه قدامك مستقبل. بعد هاني ما تجيش دخل. انا عشت عمري مستني اللحظة اللي هاخد فيها بطاري. مش هنسيبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اها. لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش هنسيبك تاخده من وسطينا. ولو حصلت ان شاء الله اقتلكم انتوا كتير. يطلع بيه يذبحه قدامكم. يطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. يا ناس كل الدنيا دول بسرعة. أنا بسلم نفسي يا حضرة الضابط. بعترف إن أنا اللي قتلت مرتي. أنا تحت أمر الحكومة. ما عادش حاجة تهيني خلاص. ألو رياسة في جاي بيتقدم شركة مناعة محتاج قوة إسلام بسرعة.
شاي اجدع حاجه يكتب المش. اتفضل يا استاذ نبيل. الف شكر يا بكري، انت طيب قوي ابن حلال. الله يخليك. بس انت ليه ما اكلتش مع العمال وجيت تاكل معايا جوطه ومش؟ انا ما بحبش اللحمه الضاني من ساعه ما ذبحوا القروف وانا مش طايق ريحه الموقع هنا، خصوصا لما ابتدوا يسلقوه. على كده هتحرق قلبك بالمش. البركه فيك بقى، تجيب لنا نص فرخه، حته ارنب، ويا سلام بقى لو تجيب لنا حته حشيشه نكمل بيها السهره. لا ما حدش في عيلتنا بيشرب الحشيش، لكن عيله البندريه ايوه. وهي عليكم عيله البندريه قاعدين فين؟ اقول لك انا قاعدين مؤقت في الصحراء لحد ما نبني بيوت جديده للعيله. اهلا اهلا يا باشمهندس مناع، سامحني اني بسال، يعني اصل مش شايف حد فيكم غير ابن عمك بكري. احنا فضينا الارض عشان تقعدوا براحتكم من غير يعني محارمنا تتكشف على حد منيكم. في دي عندك حق، الحرص واجب. استاذ دبيل ما يحبش لحم الخرفان، شكله كده مش هيلاقي حاجه ياكلها. هو في حد بيشتغل في طائفه المعمار من غير ما يحب الضاني؟ انت اكيد مش منيهم. الحقيقه ايوه، دي اول مره اشتغل معاهم. اصلا انا ليا اخ بيشتغل في المجلس المحلي، هو اللي شاف لي الشغلانه دي. عموما انا بدلك كتير للبندر والجنة، هبقى اجيب لك الوكل اللي يعجبك، بس يلا اعملوا انتوا همه كده وخلصوا رمي الاساس. حددين المسلح الرب يخلصوا، من بكره هنبتدي في رمي الخرسانة. الحمد لله. يلا يا بكري اركب العربيه مع عمك وبنت عمك، هنروح كلنا. سوى لك في الاستراحه. وانت يا باشمهندس نبيل الارض ارضك، خد راحتك. سلام عليكم. والله ما انا عارف لزومها ايه العطله دي. يلا مناع يا ولدي. وهو جاب بكري معالي، هم هيهملوا الارض وحديها؟ هنشوف. اتفضل قدامي. واه مالك يا مناع، عزم جاي مني ليه؟ طمني الاول، قلت حاجه للمحاسب عنينا؟ حاجه زي ايه؟ احنا كنا بنتحدث عن الوكل والشرب. الحمد لله اني لحقتك. اركب اركب يا ناصح. عمل ايه الولد ده؟ قلقتني. فيه المحاسب ده ضابط في المديريه، انا اعرفه زين، قابلته قبل سابق وكان بيقول ان هو تاجر مخدرات، والد نمر الطيب. يعني ايه؟ يعني في حد حاطط عينه علينا؟ ده اكيد العميد احمد سعيد، وطالما رجليه خطت هنا يبقى لازم ناخده بالنا يا عمي. ومفيش نفر يعتب هنا من النجع الا لما الاغراب يطلعوا ويخلصوا المباني. طب ومين اللي هيراعي مصالحهم يا ولد لحد ما يخلصوا؟ انا وانت بس يا عمي، معيش حد يعرف من النجع، وربنا يستر. اركب يا ولد. وعيلتي دي شكلها ايه يا سيادة العميد؟ اكيد حلبية ملهمش اصل، والا ما كانش ينكر وجودهم السنين دي كلها. للأسف يا توفيق بيه أنا عرفت حكاية مناع متأخر قوي. هو فعلا له أب وأم وعيلة مقيمة هنا في سوهاج. أنت السبب يا أحمد، أنت اللي خليتني وافقت ورضيت أتجوز وبنتي. أنا لغاية دلوقتي ما أقدرش أدينه أو أقول لك عنه حاجة عفشة، لكن بصراحة أنا مش مطمن له، وبوعدك إن أنا خلال أيام هكشف سره وهتصل بيك وهقول لك عنه كل حاجة. من غير ما تقول لي أي حاجة، أنا هعمل اللي يمليها عليا ضميري، وكفاية إنه ضحك عليا السنين دي كلها. أرجوك يا أستاذ توفيق ما تتسرعش، وحاول تهدى علشان هو ما ياخدش حذره مني. مع السلامة. مع السلامة. نرهان! هما كانوا مكتبين خبر الطلاق، لولا إن عديلة عرفت من جوزها وصرخت والدنيا اتقلبت عند حسان وبقيت الحكاية زي اللي بانت. هي لحقت. دي ما عمرتش. أكيد في سبب واحد للطلاق. بيقول الله أعلم مشكلة في جوزها. بس دي مش صح. الحقيقة إنها تعاركوا مع بعض ومشان كده مشوا باشمهندس. أيوة 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 أيوة. كده يبقى جوزها عارف باللي عملته معاها. وأكيد مناع هيحملني ذنب خراب بيت أخته. كفاك حكاوة يا زينة. قلبت مخي. مالك انت بين؟ احنا قاعدين نفضفضوا مع بعضينا. روح انت شوف الخواجه اللي جايلك، ولا عايزه يطب علينا في البيت؟ انا بعت شوقي وفراج يجيبوه على هنا.
عشان جميله امها والعيال في البيت التاني. خبر ايه يا همام؟ هتبيت وسطنا؟ لا هيبيت ولا هيهبب، ده جاي يجيب لي سلاح وماشي طوالي ومش عايز حد يدري بيه. برضه ما يخطيش برجله البيت. انا اهون لي تيجي حماتك المخبوله وهو لا. ولا اقول لك فوت له ام جميله تسليه. صح يا همام، رجع مرتك وحماتك اهون من دخول الخواجات بيتنا. انا عارفها مش هترضى تاجي، دي عايزه تحط العقده في المنشار وما تفوتش البيت عشان توجع بيني وبين الخواجات. يا وجع سودي، ولو خواجات طلبوا فلوسهم هنجيبهم من ايه؟ وانا اجيبهم ليه؟ مش هي اللي قدرتهم؟ وانا مالي، لو عايزه ترجع بيتها تجيب فلوس الخواجات، ولو ما جابتهمش انا بنفسي اللي ازعطها برا البيت واسلم البيت للخواجات. اكسر الشر وقوم هاتهم من سكات. انا عارف دماغ مرتي ماشيه كيف، هي مستنيه الخواجات لما يجوا عشان تعاني تقعد في البيت وتولع الدنيا حريقه. تحب اخد رقايه ونروح نعجلوها؟ دي ما بتتبلش كلمه ولسانها زفر زي يمه. معلش يا رقايه خليها عليك، روحي لها وقولي لها تلم خلقاتها على مستقبل الخواجه وروح بيه، وقولي لها لو رحت لقيتها لسه هناك عليها الطلاق بالثلاثه لكم مطلقها ورميها ورا الجبل وحرمها من عيالها العمر كله. بنت المخلوله دي ها اديني قول. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. قومي يا رجايه، احسن الطلب بيجي شوطه عند الرجال. اهو كلام بيقوله سعد غضب. طب ايه رايك يا عمتي ان همام بيتكلم جد وانه ناوي يطلقها بعد ما عرف ان نسمه اتطلقت؟ عاوز يبقى فاضي زيها. يبقى لازم نوعي جميله. انا هروح لها وارد لها عقلها في دماغها بنت المجنونه دي. وهي هتجيبه من برا؟ اكفي القدرة على فمها. بتقول ايه يا حماتي؟ همام يتجوز؟ بأمرت ايه يا اختي؟ قالوا لي ان انا اصيلة كنت فضحته في النجع. ده بتاع انسانك يا بيتشحة يا بنت البيتشحة. امال نفادي ده ايه؟ مش ولده؟ اما ما تعجل يا جميلة، ما تخربيش بيتك بايدك. اما اما قاعدين تفضل عليه، الراجل مستني برا، الخواجة مستني برا، اقول له ايه؟ اطلعوا برا يلا. مش مهم لبيت ابويا يا همام، واللي انت عاوزه اعمله. اصلهم قالوا لي انك ممكن تطلقني، قلت خير وبركه، انا الف مين يتجوزني؟ وقالوا لي انك ممكن تتجوز، قلت لا يمكن ابدا. وليه لا يمكن ابدا؟ لان انا اللي عارفه انك ما تقدرش يا راجل. معناته ايه الكلام ده يا همام؟ انا اقول لك يا امه معناته ايه الكلام ده؟ معناته بتهبل. انت طالق يا جميله، طالق بالثلاثة. ريحتني من همك شوقي فرج. تعالوا هنا. المره دي ما بقتش مرتك، تاخدوها وتاخدوا خلقاتها وتاخدوا امها المخلوله دي وترموهم برا البيت، برا النجع كله. زينه خدي الفادي واطلع البيت. ولدي تعالي هنا. تعال يا ولد. ربنا ينتقم منك يا همام، ربنا ينتقم منك. اخلصي. ولدك طلقني عشان يداري كسفته من قدامي، لكن اهو قصت ده لو قدرت تتجوز تاني. يا ليت الحياة تحت السهل الترباي. غوري غوري شك غارة تاخدك وتاخد أمك. جاكي ذا قطري. أنا لا يمكن أعيش في بيت واحد مع ناس زي دي. يا توفيق اقعد أستهدى بالله، يعني هنرجع بيتنا نعيش لوحدينا؟ أرحم ما نعيش مع ناس كدابين. يا بابا حرام عليك تعمل كده، أنا والله ما عرفت إلا لما زرت أبوه في المستشفى وقابلت أمه وأخته، ده حتى قال لي واحنا في الطريق. مش مصدقك. وفر الكلام ده لجوزك الكذاب، انا خلاص فقدت الثقه فيكم. يا شيخ حرام عليك، كفايه بقى، انت مصدقته وانفتحت. اسكتي. انا بتحسر على تربيه البت دي، طول عمري معلمها الصدق والصراحه ودلوقتي بتكذب عليا وبتقنعني بكذبها. طبعا ما هي متجوزه واحد كذاب. وهتفرق معاك ايه تعرف الحقيقه في ساعتها؟ بصراحه أنا بعذر مناع إنه أنكر عيلته مادام ده رد فعلكم معاه. وينكر عيلته ليه؟ إلا إذا كان قليل الأصل. أنا ما شفتش واحد في حياتي كلها بيحب عيلته وعيلته بتحبه زي مناع جوزي. لو كان فعلاً قليل الأصل ما كانش صرف الملايين دي كلها على أبوه وجاب له أحسن جراح في العالم، وما ندمش على الفلوس اللي صرفها عليه بعد موته، لكن كان حاسس بالرضا وإنه عمل اللي عليه للنهاية.
الزلمه ده واحد يتقال عليه قليل الاصل. سنين طويله وهو متجوز وعايش وسطينا وناكر ان ليه اهل، ده تسميه ايه؟ اهله اتبروا منه عشان اتجوزني بدل ما يتجوز بنت عمه، يعني ضحى بعيلته عشاني. يبقى ده جزاته معاكم؟ مناعه اعتبرنا اهله وناسه بعد ما قالوا ما اتبروا منه، يعني كانوا اهله موافقين اكيد ما كانش نكرهم. اه والله يا بابا، والدليل ان اول ما صالحوه ابوه بنفسه طلب يشوفني انا والعيال قبل ما يموت الله يرحمه، وكان فرحان بينا قوي. يعني مناعه كان معذور يا توفيق. والظابط ده اللي حطه في دماغه واكيد هيجيب قراره، ويا ريت يا دوج ياخدنا في الرجلين. حرام عليك يا بابا، حرام عليك. اشحال ما كنتش عارف انا قد ايه بتعب مع جوزي عشان نحافظ على املاكنا. حرام عليك، ده انا من يوم ما اتجوزته وانا كل حساباته تحت ايدي، ومفيش قرش زاد الا بعلمي وعارفه جه ازاي. حرام عليك لو انت بتقول كده على جوزي، امال اعدائه يقولوا عنه ايه؟ تاجر مخدرات؟